الحقيقه الجماهير مش راضيه خالص على اداء الفريق في مباراه سموحه. كمان برضو مستر جروس لما دخل اوضه اللبس رغم ان هو مش عادته ان هو يتكلم، لكن كان متعصب جدا لانه شاف ان لعيبه الزمالك استعرضت بعد ما سجلت الهدف ليوسف اوباما. حصل حاله من التراخي والتراجع. الراجل كان زعلان جدا وقعد يتهمهم بالتقصير والاستعراض داخل الملعب. وقال لهم ان انتوا كان ممكن تسجلوا تغطوا الهدف بهدف تاني وتالت، لكن انتوا استعرضتوا وتهاونتوا فالمباراه انقلبت عليكم والمنافس نجح ان هو يدرك التعادل وكان ممكن يخسركوا اللقاء. وطبعا كان حزين جدا 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 يعني. طبعا برضو جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا طبعا شايفه اللي حصل بعد المباراه من اشتباكات بين محمود جنش ومحمد عبد الكريم المدرب العام لنادي سموحه وافراد. خلي بالك عايز بس اقف هنا قدام حاجه، الكابتن محمد عبد الكريم رجل